وصف الوضوء أن يكون هذا الإناء كمثال وفيه الماء استيقظتم. وصف الوضوء أن يكون هذا الإناء كمثال وفيه الماء استيقظتم من النوم، ما تجعل يدك في الماعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أحدكم أين باتت يده. تقاربوا بارك الله فيكم، اللي تقاربوا بارك الله فيكم، اللي في الأخير تقاربوا. إناءك نظيف، استعمالك للماء منه إذا كان الإناء مفتوح تهريق الماء على يدك اليمين من الإناء ثم تغسلها ثم تدخل، إذا كان في يدك خاتم أو في يدك ساعة أو كذا ربما يضيق وصول الماء إلى بعض أمورك فإزالتها هو الأفضل والأكمل حتى أيضا تزيل الوسوسة وانشغال. وأما المرأة إذا كان في يدها مثلا يسمونها مضاعد ولا معاضد أو كذا، فإذا كانت حركتها مرنة لا بأس، ما يحتاجها تنزعها. أما إذا كان شيء يحبس اليد سواء خاتم أو سواء غوايش أو ساعة أو شيء من هذه الأمور فتزيلها حتى يصل الماء المكان الذي يجب وصول الماء إليه. حنا جبنا الطشت وأيضا إبريق خاص وجيد إنهم جابوا الأخوان هكذا. الحين الناس يستعمل البزبوز الصنابير هذه يسمونها الحنفية، تكلمنا عن الحنفية في الدرس الماضي. فيتوضأ الإنسان، يمكن بعض الأخوة ما حضر كلمة الحنفية. الحنفية يقال أول ما أتت في عهد أحد البشوات محمد علي أو كذا في مصر فجعلوها في المسجد، وكأن بعض أهل العلم في ذاك الوقت يعني قال هذا إدخال شيء في المساجد وأدخلته، وكان لا يرى جواز ذلك إلا الحنفية الأحناف، فسموها بتاعة ليش الحنفية اللي أفتى فيها الحنفية، فراحت الحنفية اسم إيش على الحنفية، ولا لا علاقة للاسم في نفس هذا الصنبور، لكن اسم الحنفية على أساس ذلك الوقت. على كل استخدامك لها هي بمثابة الماء الجاري، إنما مباشرة تتوضأ منها لا أثر، ولكن مثل أوانينا هذه أو في البر أو كذا غالب استعمالات الناس من خلال الأواني تضعها على يدك. محمد سعد ما تهون بارك الله فيك، بس على أساس الإخوان أيضا يلاحظون. تجعل الماء في يدك، طبعا أول شيء تقوله شو؟ بسم الله. بعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الصحيح الذي ورد بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم أتت في الكتابة، بسم الله الرحمن الرحيم أتت أول الصور وسورة في آية جزء آية في سورة النمل وآية في سورة الفاتحة. وأما بسم الله الرحمن الرحيم لم تأتي في شيء من الأذكار التي تستفتح بكلمة بسم الله أبدا. دخلت مسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بيتك بسم الله، بيت الخلاء الحمام بسم الله، هذه الأشياء التي وردت فيها كلمة بسم الله، هو الرحمن الرحيم العظيم الواحد الأحد وسبحان، هذه له الأسماء الحسنى، لكن لم ترد هذه الصيغة وهذا اللفظ إلا فيه. فإذا كلمة بسم الله أتت يكفيك كلمة بسم الله، تبدأ وتغسل يديك. وغسل يديك لابد أنك تهتم في تخليل الأصابع، وهذه مهمة وخاصة من يعملون ببعض الأشياء اللاصقة، صمغ عجين طحين أشياء ربما يكون لها، بعض اللي يعملون في الإسمنت الصبغ بيجي هذا الحين الكلام، الأشياء التي تلصق صبغ، أنواع الصبغ سواء صبغ على الجسد أو يسمونها بصبغة الأظافر يسمونها مناكير وهي على اسمها منكر، لذلك المناكير هذه بعضها نوعها بلاستيكي ينشل وبعضها لاصق، إذا كانت المرأة عليها العذر وضعت ذلك فهذا هي أصلا لا تتوضأ ولا تغتسل لما معها العذر، لكن بعضهم يحطها زينة وكذا هي تمنع وصول الماء، ولو أنها توضأت وهذا يوجد فتعتبر أنها لم تتوضأ.
ولكن فيها أنواع يحطها بعضهم وهي نوع إيش بلاستيك يزول أول ما ينزع. وعلى كل يخلل أصابعه ويغسل البراجم. اللي يعرف منكم البراجم يرفع يمنه. بعض الناس يقول احنا نعرف الوضوء حتى تشرحونه لنا الحين على 40 سنة و50 و70 و60 سنة حياتنا كلها وحنا نصلي ونتوضا. ما حد قال شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم توضا امام اصحابه وهو قد علمهم الوضوء. عثمان بن عفان نادى الصحابة ثم توضا وقال هكذا رأيت رسول الله يتوضا. بل أتى عن علي أنه نادى في الناس أن الصلاة جامعة فاجتمع الناس واجتمعوا في مسجد الكوفة. فلما اجتمعوا قال إنما أردت أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فتعليم الوضوء من الأمور الطيبة التي ترسخ في الذهن. والآن أعيد سؤالي، ما هي البراجم؟ اثنين بس يعرفون البراجم، وأنتوا تتوضون كل يوم. من يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة غسل البراجم. وش البراجم؟ البراجم جمع برجم. وش البرجم؟ يمكن بعضكم مو مرتين يسمع كلمة برجم. ها البراجم، اللي جاوب البراجم ويعرفونها وين رفعوا يديهم كل منكم له نسخة. عطنا الجماعة على نسخة نسخة. وانت خذ نسخة، وانت خذ لك أول شيء البراجم. يلا نشوف الجواب. نعم أنت. طيب غيرك؟ ها اللي هنا، وين اللي هنا؟ ها هذه، هذا تخليل. ها لا لا عط عط ما عط محجور. حنا حتى اللي يخطيه الجواب ياخذ. نعم ايوه ملتقى المفاصل. اجوب اللي قال ملتقى المفاصل جوابه صحيح، لان هذا المحل تعطاف الجلد يجتمع فيه الوسخ، لابد له من ايش؟ من غسل خاص. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة غسل البراجم. إذا طلع عندنا غسل البراجم، طلع عندنا تخليل الأصابع، لازم يخلل بين أصابعه، أصابع يديه وأصابع إيش رجيله. وبنبدأ الآن في الوضوء. نعم بسم الله. طبعا لا يشرف، خل صب لي في وسط الحوض. غسل وعممها وخلل بين أصابعه وغسل براجمه، هذه من سنن الفطرة. هنا الآن بيتمضمض وبيستنشق وهو في غرفة واحدة، ويفعل ذلك باليمين ويخرجه بالشمال. واضحة ولا لا؟ بغرفة واحدة، فمه وإيش؟ وأنفه. هذا للفعل. بعدين يفصل ما بين مضمضة والاستنشاق، اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، هذه السنة اللي نعرفها. نعم هنا يبدأ بعد ذلك بعد ما تمضمض واستنشق، وكل هذه تفعل ثلاث مرات. ثم يبدأ بغسل وجهه ويعممه بالماء، يغسل وجهه ويعممه بالماء، ويبدأ وجهه من أول منابت شعر رأسه إلى حد الأذنين إلى ذقنه. وإذا كانت لحيته كثيفة يخللها بالماء، وإذا كانت لحيته خفيفة يغسلها، وإذا حالق لحيته يعفيها. يفعل ذلك كم؟ ثلاثا. وله أن يفعله مرة واحدة، وله أن يغسل يده ثلاثا وتمضمض مرتين وغسل وجهه مرة، لا بأس. أهم شيء لا تزيد على ثلاث ولا تنقص من واحدة، وإن زدت على ثلاث غلو. واحدة أقل الواجب، وتمام السنة كم؟ ثلاث. أما الرأس والأذنين فليس فيها سنة إلا مرة واحدة. هنا يغسل يديه. غسل اليدين يبدأ من وين؟ من المرفق. من اللي قام من المرفق؟ هذا شائع عند بعض الناس، ولكن الصحيح أن غسل اليدين يبدأ من رؤوس الأصابع. يبدأ من رؤوس الأصابع، يغسل يديه ويعمم المحل. المحل وين؟ هذا آخر حده، هذا آخر حده. ما يغسل عضوده، لا هذا ليس من السنة.
ولم يأمرك الله بهذا. إسباغ الوضوء أي إتمام العضو محله، وليس معنى إسباغ الوضوء الزيادة على حده، يعني بدل ما يغسل يديه مرفقيه يصل إلى العضدين، وإذا غسل رجليه يصل إلى نص الساق، لا هذه ليست السنة. هنا غسل اليمين ويبدأ بغسل إيش؟ يده الشمال، نفس الشيء يفعل فيها، أقل الواجب ثلاث وأقل ودناه، أقل الواجب واحدة وأكمل السنة ثلاث. يبدأ يمسح رأسه، لاحظتوني أني نثرت الماء اللي فيدي صح؟ جمعته بعدين إيش؟ نثرته. ليه؟ لأن الرأس مسح لا غسل، لأن الرأس إيش؟ مسح لا غسل. ردها، حطيت الماء في يدي، تحققت موجوده، عممت على اليد، ثم مسحت رأسي إقبالا وإدبارا، وبنفس الماء يدي الإبهام خارج صوان الأذن والسبابة داخل صوان الأذن مرة واحدة، انتهى. إقبالا وإدبارا. بعض الناس إذا غسل رأسه يفعل كذا، هذا لم يتوضأ المسكين، وبترتب عليها وضوء وكرط وصلاتك غلط. يا رجل يا مسلم اتق الله، وضوءك الصحيح أن تعمم رأسك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ الماء ثم مسح على رأسه كاملا إقبالا وإيش؟ وإدبارا، وبنفس الماء. طبعا هذا يفعل كم مرة، لكني كررت للتعليم، كررت ليش؟ للتعليم، حتى لا تفوت الإنسان صفته ووصفه. فيمسح رأسه كامل، سواء كان رأسه حالقة، سواء كان رأسه شعره واجد، سواء كان أصلع، سواء كان اللي يكون، المهم أنه يعمم المحل حتى يصل إليه. يبدأ الآن في غسل القدمين، في غسل إيش؟ في غسل القدمين. غسل القدمين يعمم الماء على محله، والمكان للي جالس مثلي ما يتيسر له. طيب صب، طبعا يخللها، وآتى في السنة النسائي يخللها بإيش؟ بخنصر أصبعه الشمال، بخنصر أصبعه الشمال. أتى في تخليل الأصابع، بعض الناس يتهاون في التخليل، صب. كان رسول الله طبعا عممنا المحل ولا لا؟ ما وصلنا لنص الساق، حده إلى وين؟ وويل للعقاب، هذا العقب اللي هو العرقوب أو مؤخرة القدم من الخلف، لأن محل تغفل العين عن رؤيته. أي ها؟ عرقوب، ناس تعرفه عرقوب، ناس تعرفه عصاقيلة، ناس تعرفه. غسلها هكذا، يعمم على جميع المحل. بس وين فوطة؟ ما جبت فوطة، أعطي منديل. انتهى وضوءه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ثم بعد هذا الدعاء، ما هو هذا الدعاء؟ من يعرفه منكم يرفع يده. تعرفه؟ قلت أنتم معكم كتب، خل واحد ثاني ما عنده كتب يقوله. من هو؟ أنت جبتها بس لها شيء قبلها. ها غيرك؟ ها سم هذه بسم الله أولها آخر شيء. لا ما عليه، شفتوا شو يبين؟ أيوة شيخ محمد، أشهد لا إله إلا أنت. تقولون ترى أحيانا الإنسان بعد الوضوء يقول الدعاء وماشي معه، لكن لجأ بيستحضره كتعليم وكذا يروح منه. أشهد إيش؟ إلا الله رسول الله وحده لا شريك له، اللهم اجعلني. حديث مسلم، حديث أبو هريرة في صحيح مسلم، وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من طيب. من اللي جاوب الحين؟ ما عرفنا من اللي جاوب. سام سام، هذه طبعا مجموعة جديدة ما هي عندك يا شيخ محمد أبد، هذه الموسوعة القرآنية الميسرة. آمين وياك وانت لك بعد أعطيها، وجارك اللي في جنبك له وين راحت؟ شوفها أعطيها. لا موجودة موجودة، نصيبك عندي. انتهى. في سؤال ثاني، ايدهم مجبره
ماذا يصنع؟ يمسح على الجبارة، بخلاف المسح على الرأس. جبارة لابد أن هيش يعممها كلها. طيب لابس خفين كيف يمسح عليه؟ ها يمينه على يمينه وشماله على شماله، مسحة واحدة. مثل ما تمسح اذنيك اليمين على اليمين والشمال على الشمال، امسح قدميك اليمين على اليمين والشمال مسحة واحدة. والله ما اقدر انحني، ما اقدر انحني، ارفع رجلك اليمنى على اليمنى. الامر فيه سهولة، الامر فيه يسر، ولكنك مسحت على محل المسح. هذا بالنسبة لصفة الوضوء، وأتكلمنا فيه مسح الجبيرة. طيب المرأة إذا كان عليها خمارها وخمارها محكم تمسح على خمارها، ومسح الخمار ومسح الخفين تكلمنا عن ما يتعلق بالوضوء. طيب رجل بيده أجهزة طبية لا يستطيع يمسحها بالماء ولا يستطيع أن يغسل محل العضو، فيتوضأ وضوءه ويتيمم عن ما لا يستطيع غسله، كجراحة أو إصابة أو حريق، إن الماء إذا جاء ضره. واضح ولا مو واضحة؟ إذن ما يمكن غسله يغسل، ولا وما لا يمكن غسله يتيمم عن ذلك العضو الذي لا يستطيع غسله. وفاقد العضو قد فقد حكمه معه، يعني الله يرحمنا وإياكم شخص يده مقطوعة أبد عليه أن يوضي يمناه، طيب وش ما وضها؟ ليست موجودة، فذهب حكمها معها. واضح؟ هذا فيما يتعلق بأحكام الطهارة والوضوء، ونضيف إليها أيضا أحكام الغسل، ولكن أحكام الغسل وصف ملفوظ، وهو أن يتوضأ نفس الوضوء اللي شفناه، وله أن يؤخر غسل قدميه خلاف الأخير، ثم يحثل ما على رأسه ثلاثا. وغالب الناس تسبح في الدش ولا لا؟ فيحثل ما على رأسه ثلاثا، يعمم جسده، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر. هذا وصف الغسل الشرعي، فيتنحى عن الموضع الذي اغتسل فيه ويغسل قدميه إن كان قد أخرها في وضوءه الأول. ولا بد في الغسل من المضمضة والاستنشاق، لأنها عضوين داخلية لا بد من أن تخص بفعل مخصوص، حتى لو غطس في البحر وخرج من البحر لم يتمضمض ولم يستنشق، لأنه ربما يدخل البحر ويطلع منه ولم يدخل في فمه ماء، فلا بد أن يخص العضوين هذه بفعل خاص فيها. طيب غسل شقه الأيمن، غسل شقه الأيسر، تنحى عن الموضع الذي اغتسل فيه فغسل قدميه، هذا غسل الجنابة والجماع للرجل والمرأة، غسل العيدين، غسل العمرة والحج، غسل كل ما ورد فيه وصف الغسل الشرعي، سواء كان واجبا أو سواء كان مسنونا. هذا من ضمن هالجمعة، أقول لك بالعموم جميع ما ورد فيه غسل هذا وصف الغسل، لأن بعض الناس ما يعرف وصف الغسل الشرعي، وهذا هو وصف الغسل الشرعي. وبهذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين، وأشكر تفاعلكم في هذا الدرس، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. يا أيها السلفي خذ بنصيحتي، يا أيها السلفي خذ بنصيحتي، واسمع هديت إلى رضا الرحمن، لا تقترب نحو الجدال فإنه داء يشكك في عرى الإيمان، ودع التعصب للرجال فإنه دين اليهود وزمرة الشيطان، واشكر حماة العلم واعرف قدرهم، واحذر سبيل مجرح فتاني، والزم سبيل السالفين فإنهم نور يدل التائه الحيران.